أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الذي يقول إن الشيطان لم يكفر ويستدل إن الشيطان إيه؟ لم يكفر، لم يكفر؟ نعم، يقول ويستدل بقوله تعالى: رب بما أغويتني، يقول فهو يؤمن بالله، فما الحكم على هذا الرجل؟ يؤمن بتوحيد الربوبية يا أخي، ما أحد يجحد توحيد الربوبية، لا إبليس ولا غيره، لكنه كافر بتوحيد الألوهية، كافر بتوحيد الألوهية. وقوله بما أغويتني هذا ما هو صحيح، احتج بالقدر ونسب هذا إلى الله ولم ينسبه لنفسه، هو الذي ترك السجود، هو الذي ترك السجود مختارا، فكان الواجب ينسب هذا إلى نفسه، مثل آدم لما وقع في الذنب اعترف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالواجب أنه اعترف بذنبه وتاب إلى الله عز وجل. أما أنه يقول بما أغويتني ويحتج بالقدر، هذا حجة باطلة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: هل علي عدة أم لا، حيث إن زوجي ما قال بما غويت، ما قال بما غويت، قال بما أغويتني، فهذا جبري والعياذ بالله، هذا مذهب الجبرية. نعم.